للفاصل قلت لي الأقرب لحسن الصباح سيد قطب مش حسن البنا. أقرب ليه نفسيا. 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 لأنه هو زي سيد قطب مثلا في الإعجاب بنفسه. والتضخيم من قدراته. وان هو شخص يعني يقدر يحكم العالم كله ويقدر يسيطر على الناس. ودي كانت خصيصة في سيد قطب. يعني كان عنده هذا الاعتقاد الإيجو. واعتقد انه مخططه لي يعني تدمير مصر ده كان تدمير انتقامي كمان. أيوه. لانه يعني اعترف بيه انت عارف طبعا طبعا في لا في المحاكمه في التحقيقات اعترف في التحقيق فهو فهو يعني هذا الاعجاب بالنفس عند الاثنين واضح جدا. وبعدين نسق العلاقات اللي هو يقرب من الناس عشان يحقق اهدافه. فزي ما شفتي حسن صباح فيروح للسلاطين ويقرب من سيد قطب لما قرب من الضباط الاحرار شويه وبعدين لما لقاهم يعني بيتعاملوا معاه بقدره او بحجمه اللي هم شايفينه. فكان ده وده كان دافع وسبب على فكره ل انه يعني يغرق عليهم بالظبط في جماعه الاخوان. خاصه انه عايز افاجئك بحاجه مثلا انه حسن البنا وسيد قطب كانوا خصوم كانوا اعداء. وكان سيد قطب بيحتقر حسن البنا يحتقره لانه هو كان بيكتب في يعني مجله يملكها يعني سيد قطب او يعني هو المحرر الاساسي فيها وكان بدا يكتب الكتابات بتاعه اللي هو العداله الاجتماعيه في الاسلام. فحسن البنا وقتها شاف انه قريب من فكر الاخوان. فبعت له رساله يعني ينشرها في المجله رساله يعني ايه اشاده بالمقالات بتاعت سيد قطب. فرفض سيد قطب ينشر المقال بدعوى وقتها انه هذا رجل تافه يعني يعني مين حسن البنا اللي يقيمني او يقول لي ان انت مقالاتك كويسه. عايز اقول لك على حاجه انه الاخوان مثلا كانوا متهمين في حرق شركه الاعلانات المصريه. ايوه كان بيملكها يهود وقتها. ايوه الحريق ده هم الاخوان قالوا انه ده كان جزء من مواجهه اليهود. الحريق ده تم لانه جامعه الاخوان كانت بتملك شركه اعلانات وكانت الشركه المنافسه ليها هي شركه الاعلانات المصريه فحرقوها. مصلحه يعني شركه الاعلانات دي بقى مش عشان هم يهود لا عشان لا يبقوا هم اللي لوحدهم لوحدهم ليه بقولها لانه ضغط حسن البنا بشركه الاعلانات دي فمنع اي اعلانات تروح لمجله السيد قطب لحد ما المجله قفلت كويس. ولما جه دخل سيد قطب الاخوان ما كانش قال كلمه واحده كويسه في حق حسن البنا. بالعكس هو كان بيحتقره يعني. وكتب مقالين انا بعتبرهم ايه ان هم مهر دخوله للاخوان المسلمين. فهو الراجل ما عندوش هذه القناعه بفكره الاخوان لكن هو عنده مقالين في حق حسن البنا بيمتدحه بيمتدحه يعني. فهو عنده نفس وانا بشوف اللي هم يعني بيأسسوا هذه الجماعات هو بيبقى على قناعه كامله بما يريده يعني بهدفه. انما الفكره والايمان والدين كل دي وسائل او كل دي ادوات.